حاجة صارت باش تقدر ولا نخرج من هذا نكسروا قادر ابوك السلام عليكم اليوم جبنا لكم باسور تاع ليكيب ناسيونال تاع الفولي اكرم دقيش عاقل بزاف بصح لو كان يزعف تبعوا معنا فولي ماشي فوتبول على بالك خويا كون كديرك اكرم دقيش ولد مدينه شلف تربيت في مدينه شلف ومن بعد دخلت للفريق الوطني واشبال وجيت مع لي كاتيجوري كامل درتهم لعبت في عده نوادي ودروك راني في المجمع البترولي ومع ليكيب ناسيونال سينيور الحمد لله يا رب بارابور لوروب مازلنا بعد بزاف اكرم ربما واش خلانا مازلنا بعد اللي يكون في المكان هذاك ماشي خدمته سما سي بريزيدون ما عندوش كاع علاقه بالفولي جاي بريزيدون يقعد يهضر مع دي جوار كل واحد سي بور سان نيفو دي كاين بزاف لي جوار نحكيو على البريزيدون كيما نقدروا نحكيو ثاني على اللاعبين كاين لاعبين لي سي با سيريو كاين لاعبين سيريو بصح حنا نهضروا اون جينيرال سما الحاجه اللي تخلي اللاعب يروح يخمم على حوايج واحد اخرين الشامبيون تاعنا كاين بعض العراقيل تواجه بزاف خاصه اللاعبين هنايا في الشامبيون تاعنا كاين كون سقسيك نقول لك شو هما العراقيل اللي واجهوك نتايا واللي واجهوا كاع اللاعبين كان ديجا كيما الفولي تسيب لي بروبليم في لي صال قلال ما كاينش بزاف لي صال تكمل بار ديفو تصيب صاله ما تصيبش دوش ما كاينش ميسكيلاسيون كل حاجه وين اسمح لي نقول لك واحد الحاجه برك رحت انا سافرت لتونس والمصر شفت عندهم لاعبين بس بهم يعني كنت نتكلموا على المستوى اللي تمدوا للدوله ونتكلموا على اللاعبين يعني كيف بصح حنا في الجزائر ما كاش لمن تمد لو كان تمد زعما الجزائر تمد ما كاش لاعبين اللي تمد لهم كاين لاعبين بزاف كاين لاعبين انت قلتها بفمك في التصريح قلت باللي احنا عندنا لاعبين ماهمش تاع فولي ماشي ماهمش تاع فولي ما قلتلكش ما عندناش لاعبين تاع فولي قلت لك عندنا لاعبين كيشوف روحه باللي مش خالص وما عندوش تما المدخول وكامل يقول لك انا نحبس خير انت يا كوبي اكتب اللي في الهضره علاش نبدلك في الهضره لا قلت لي بلي كي يدخل اونترينر ماهوش تاع فولي ومن بعد قلت لك مام لي جوار قلت لي صح مام لي جوار هكذا يا اخي قلت لك لو كان يكونوا ماهوش خالصين قلت لك ما يحبسوا كاين دي جوار يحبسوا يقول لك انا راح نشوف من جهه واحده اخرى علاش ما نحبش واحد يبدل الهضره ما بدلتش الهضره والله ما نحب واحد ما بدلتش الهضره علاش نبدل الهضره خويا كونك ديريكت راني ديريكت اكرم هل صحيح انه في الشامبيون تاع الفولي كاين ناس تبيع لي ماتش ما كانش ولا كاين انا ما على باليش انا ليسونس انا جامي لعبت ماتش مخدوم وباذن الله جامي نلعب لو كان عارف بلي ماتش مخدوم ما نلعبش ريح في البون راك سير كوبي دقيقه اخو اسمح لي ما فهمتش علاش تضحك ها ما فهمتش علاش تضحك ضحكت باسكو شو كيستيون ما كنتش نستنى فيها كامل علاش ما كنتش نستنى فيها نخدم لي ماتش باسكو انت تخدم لي ماتش انا خدمت لي ماتش صح نهضر معاك يا خويا جبتني انا باش تقنبر بيا شريك ماشي باش نقنبر بيا لا حاشا اخو حاشا لا جبتني باش تقنبر بيا حاشا اخو ياك تقول لي تخدم لي ماتش ما قبلت تبدل الهضره انت سبورتيف لازم تاسومي انا اسومي جو اسوم على بالي شنو تو اسوم با سي على بالي شنو باسكو لو كان تاسومي لو كان تقولها لي ديريكت انا قلت لك كاين دي جوار لو كان ما يكونوش خاصين اسكو انت عندك نيفو ها اسكو انت جوار عندك نيفو بيان سور لو كان ما عنديش نيفو ما تعيط ليش نجي انا كيفاش لو كان ما عنديش نيفو ما تعيط ليش نجي انا لا ماشي هكذاك ماشي ما نعيط لكش ما تجيش لا كاين ناس عيط لك لهنا اليوم بالمعرفه وانت على بالك كيما بالمعرفه بالمعرفه ف
فلان ماشي فلان بعتك شكون بعتك؟ بعثني فلان. بعتك فلان اهملت نبعت من فلان هكذا نبعت رحت لعب باسكو فيك في فولي ماشي فوتبول على بالك على بالي باسكو في الفولي لو كان ما تكونش دوني تبان بلي ما تعرفش تلعب تسمى ماشي كيما فوتبول 10 يدسوا على واحد شايف لا باش نقول لك برك على بالي باش نقول لك برك باش على بالك تسمى الفولي كيما تكونش عندكم الفولي في شلف انتوما عندنا بيان سير فولي عندنا تاريخ في الفولي في شلف تاريخ في شلف شنو تاريخ علاش عم بالك شلف واش شلف بينت لك في الجبال في الجبال انا كيما مين نقول لك كوبي اوكي اخو صح زايد في باري على محله كيفاش زايد في باري كيفاش زيت في بار؟ احنا مش لف معاك انا رحت شفت وش شفت؟ شفت ما تعرفش انت يا كيفاش ما نعرف؟ ما تعرفش لو كنت جيت تعرف ما تهضرش هذه الهضرة خويا لا تكمل بيا خليني نروح هكا خليني نقول له في عفسة واحدة اخرى اسمح لي خليني نقول له في عفسة واحدة اخرى كيفاش تولي؟ نقول له في عفسة واحدة اخرى شريك فاش تولي؟ نقول له في عفسة واحدة اخرى روح معليش كمل وقت تخلع فيا؟ ماليش تخلع فيك خويا انا مانيش جورناليست تاع سبور باش نقول لك من الاخر انا الانسان اللي جابك اللي بعتوك ليه واسمه حسن راهو مريض راهو بلا غريب ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله ربي يشفى عيط لي قال لك انا جايب لكم شونتار لا ما تستهزاش بالفنان ماشي تستهزى بالفنان ما تستهزاش انت باك تخدم مع الفنانين جابوا لك جوا مع الفنانين لاوت كلاس الله يبارك هاي والله السيد عيط لي عطالي واحد لي نوت درتهم انت في حياتك اوكي وزد شغل السيد هو اللي بعتك بالمعرفة معناتها انت موالف بالمعرفة في حياتك موالف لا برمير دي شوش سلف ما عندكمش الفولي كيف انت داخل بالمعرفة بحر. وين؟ لا انا غير كوبي هذا موالف مع الفنان الأكبر وما تزيش تعود تقول لي هذيك خير ما تولي حاجة واحدة بس كان ما زال ما تعرفني شو وشنو؟ لا ما تعرف يا روح شريك يا روح أكل بالسولي ده ونطرني بها مش تولي تعرف لعب تخدم مع لي سبورتيف ديجا 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 شوف اسمح لي نقول لك حاجه ما عندكش هيئه تاع لعب ما عنديش والله ما عندك هيئه تاع لعب شي ميز باش تشوف قيل واش كاين كيفاش واش كاين انا مدخل كلش راه الداخل انت عندك هيئه تاع جورناليست قلت لي الحسن قولوا له الانفيتي ديالك هذا اسكو جوار ولا يخدم في الاخر ولا في العرس نغسل المعن يقول لي نحي لي عيان يا هذا مخلي انا في الشلف انت كاش خطاشت الفولي في الشلف ما كانش في الشلف ما كان والو كان زنزله في الشلف قلقني على بالك والله لا هو الفضا مع لي جرونز ارتيست كامل جبت له واحد توما مستوى يا ودي هذا ود البارح هذا ما يعرف والو هذا شري مع كريستيانو اللي جبتوه هذا شعلانكم اللي جبتوه انا مع كريستيانو رونالدو نسقم الالفا تاعي ها شوف نورمال ماشي كريستيانو تاع الالفا تاع البارح تاتا سمنا الجاي راح نسهر نبرح عليك هكذا هذاك يلبسها يجي يلعب بها هذه لكن ملاك نعم هضر كمل وكان مالك حبيت نفهم حاجه علاش هكا تضحك علاش هكا تضحك كمل راني هذا الضحك شغل ما عاد يخرج حاجه واحده اخرى غير كمل ما تهددنيش معليش شكون انت يا باش نتعرف عليك باش ما كاين تورني باش ما انا على باليش شكون معليش انا والله غنكمل معاك ليميسيون ولو انه انا نورمالمون والله ما نجوز معاك اسمح لي والله العالي طيح لي من قيمتي صافي بليز انا نجوز معاك والله غير طيح لي من قيمتي اني نجوز معاك الكارير تاعك تشوف صوالح باسكو شوف ما راكش لعاب عندي معلومات عليك باللي انت يا سي تبيع دو ماتش زعما شغل قلت لي فولي ماشي بالون شغل انت على بالك واش راك دير انت ديجا طوموبيل شريتها ب شريتها ب بالكباش اللي نبيعهم في شلف لا ماشي الكباش مع احتراماتي للشلف قلت لك الفولي ما كاش في شلف ما كاش فولي ما كاش فولي في شلف تعرف زريكا دحو بنيامين انا ما نعرفهمش كاش ندير بهم انا شفت كيفاه يا اخو جيت تكون بربية بوزينا لي كيستيون يا اخو لا انت لك تجيح لا دي بوزي دي كيستيون بوزي خلينا نكمل لك لي ميسا عبالك باللي ذك واحدك شما والله العلي العظيم غير انت لك تجيح خلاص بوزي هذا النيفو تاع سبورتيف الجيري هذا هو النيفو مازال ما شفتش كاع انت والو ذوك زيد شويه زيد تشوف نيفو اكثر ذوك رانا في الاماتير ورانا طالعين بها شريك النيفو هكذا غير حب السبور معليش نحبس الى النيفو ديالك هكذا غير حب السبور عيط له يجي نحكي نشوف واش تقدر دير عيط شريكي راه ريح
هل يعدك نضربوه بكرسي هذا ولا كش من ذلك؟ والله غير نكسروا على زوج والله اصبر اصبر معلش ريح 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 اصبر خير معلش ريح هبا كان لك طول والله غير نريح اصمك خلنا عشر خلنا عشر دقائق يا اخو خلينا يا اخو جاي قنبر بيا جاي اضلي على شلاف مكاش بولي عندي لك باش عندي منا كمل الخدمة تعنا وخلينا من عبر الزين هو اللي عنده نيفو ما عنده حتى نيفو مثل هذا سيزي ما زلت شوكو هذا دوك حب الدم يسيل انت يا راح وش يدي؟ الدم يسيل راح كمل كمل هاك تشوفوا شو يهدر يا ودي كمل ما نكملش خلاص يا نحيلي يا نحيلي يا اخو يا نحيلي يا نحيلي باسكو دوك نضربوا صح على بال والله غير دوك نضربوا الكرسي 7 دقائق لونجي سيلو 7 دقائق ونروح معليش يا صفيان خلينا نروح 7 دقائق كمل ما نكملش ما اروح اروح يا اخو ضربك كرسي ضربك هكذا ايه دوك تشوف العرايا دوك نرفدك نرميك من هيك يا نحيل تقدر دير والو شريك ايه معليش روح ما تقدر دير والو صاحبي باسكو شو دو فوار ميت يدك تروز يفك كسرها لك يا كسرها يا روح 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 دوك نضربك بكرسي روح أتك صحاب يا أتك ليس سمح لنا يا أتك صحاب يا أتك خلك معنا في كاميرا خفية يوسف رمضان إن شاء الله إن شاء الله والله يسميك وسمح لنا والناس شلف نحبوهم بزاف 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 والفولي فريمو حنا حبينا نبينو بلي كاين الفولي تاع كاين فولي كاين الرينج هاتنا كلمة في رمضان برك صحة فطوركم صحة رمضانكم إن شاء الله يجوز علينا بالخير وتحية ليما البابا وخاوتي لافامي دوقيش لافامي معروف وآمين لكم